فارس حاشي لاعب عنده امكانيات كبيره وكان سبق ويلعب في البطوله الجزائريه في وفاق سطيف وعنده خبره افريقيه ونزيد نطمن الانصار لانه اللاعب هذا راح تكون عنده اجازه افريقيه لانه من شهر جانفي الى من جانفي 2018 حتى اليوم الفريق تاعو ما شاركش في منافسه افريقيه. المهاجم اللي رحنا رانا معاه اتصال معاه وعطى الاوكي تاعو وحتى المسيرين تاعو يعني وعلى راسهم حسن زطشي كان وعدنا وقال بلي اللاعب لو ما راحش لاوروبا راه في مولوديه الجزائر هو اللاعب من الالي. قلت له فوالا امير الطاقم الفني راه محتاجك حلا انا حابينك تزيد تكمل معنا مي باب افيك لو ميم سالير اللي تي داكور اللي تي داكور. درت له بروبوزيسيون قلت له دون 48 اور عاود رجع لي الخبر دون 48 اور ما جاتنيش لا ريبونس. نفس الشيء راح قال لي خليني نخمم وراح ما رجع ليش لا ريبونس. حنا ما قعدوش نستناو.